اتصال من امل. الو، الو دعاء، ازيك؟ اهلا يا امل، ازيك؟ انا تمام الحمد لله، مبسوطه جدا ان انا بكلمك. اولا انا عندي بس سؤالين. اتفضلي. اول سؤال، بصي انا بشتغل في بنك، من لي معظم شغلي كله في القروض في الفوائد، فكنت عايزه اسال على مدى حرمانيه ده، وكمان كنت دخلت كده يعني نقاش مع حد يعني، فكان بيقول يعني حسب القسم اللي انتي بتشتغلي فيه، يعني لو انتي مثلا شغاله في بنك بس مش بتتعاملي مع عملاء وقروض وفوائد وكده فده اوكي، لكن مثلا لو قسم تاني سوري ده لا ما ينفعش، لكن لو قسم تاني لا ده عادي. عايزه اعرف برضو ده هتفرق ولا لا لو انا بعيد عن الانترست بس في نفس البنك. تمام، ده اول سؤال. اي تمام، سؤال تاني؟ السؤال التاني هو كان ليه علاقه بالمايكرو بلاننج، كنت انت اكيد عارفه ايه، انا كنت عايزه اعرف برضو لو في حد اوريدي عنده مشكله مثلا ومحتاج ان هو يعمله، انا مش ما سمعتش الكلمة الاولانية. اللي هو المايكرو بلاننج. المايكرو بليدنج. اوكي، ممكن بقى يعني انت توضحيها افضل مني، فلو في حد عنده اوريدي مشكله ومحتاج ان هو يعملها عنده فده مشكلة في حواجبه واقعة يعني، ما بالظبط. عندوش خالص. لا موجودة بس في نهايتها مثلا محتاج ان هو يعملها، بس ده طبيعته، يعني ده طبيعته، مش حصل حاجة معينة او كده، هو طبيعة الحاجب كده طبيعة الحاجب انه مقطوش من الاخر، بالظبط. فهي عايزة تزوده. بالظبط بالظبط كده. لا وده ينفع ولا لا، حرام برضو ولا لا؟ حاضر، طيب ماشي، شكرا. يوم اتفضل. الاحد الشيخ احمد الصباغ بيجي لكم انا كل مالي يا عم؟ هو لا، على فكرة هما يعني الاراء الاراء واحدة، كلكم اراءك واحدة، مش ما فيش فروقات فظيعة. انا عارف. اتفضل طب يعني حضرتك. خلي فضيلة الشيخ ياخد فتوتين ولا حاجة، لازم انا اللي افضل قاعد في الفتاوى بتاعت اللي عايز، مش كده يعني؟ انا مش طب السؤال انا حيك رد على انا هرد. الفتاوى. بالنسبة لل شوفوا القسم الاولاني، ادارة الائتمان كلها ما ينفعش اقول عليها بجملة كده وتفصيلا ان كلها حرام، ما ينفعش اقول كده خالص، لان في ادارة الائتمان حاجات خاصة بقروض، هذه القروض مدعومة احيانا من الدولة احيانا من غيرها، اللي زي 3% و5% والكلام ده كله، ما دي ائتمان، ما هو ده برضو ائتمان، ده لا شيء فيه، هذا امر مباح ما فيش اي مشكلة فيه. ليه؟ لان هو حضرتك في موظف قاعد بيديني الفلوس، وموظف مسؤول يجمع الفلوس، وفي نيابة وفي محكمة وفي كذا لو حد ما سددش الفلوس عشان المحافظة على الشهادة، فدي ما فيهاش حاجة. انما بقى في نفس إدارة الائتمان في جزئيات أخرى، هذه الجزئيات محرمة قولا واحدا، ليس فيها قولان وليس فيها اجتهاد ولا كلام من ده ولا ينفع كذا. إن أنا شخص ما عندي مال ورحت أودعته في البنك وقلت له خد أنا عايز أخد بدي شهادة استثمار أو عايز أعمل وديعة ما معينة، بعد ما عملت الوديعة قال لي طب ممكن أجيب لك قرض بنفس بقيمة الوديعة دي وتكبر الوديعة بتاعتك. هذا هو الأمر الذي فيه يعني إسفاف في مسألة الربا، لأنها مسألة ربوية، لأن المضرور فيها ليس البنك وإنما المضرور فيها الشخص الذي أودع المال. الظاهر اللي قدامه إن هو لما حط 100,000 وخد 90,000 من البنك، وإن ال 100,000 بتجيب له فايدة كل شهر قد كده، وإن ال 90,000 بيسدد الفايدة أقل، هو متهيأ له كده. لكن لا، بحسبة تجارية يعرفوها الناس اللي هم بتوع التجارة إن هذا الكلام مضرور فيه صاحبه، وإلا لماذا يعني ما الذي دعا البنك ان يفعل مثل هذا؟ فهذه النوعيه من الاعمال في اداره الائتمان محرم. خلاص كده؟ اما اذا كانت هناك في اداره الائتمان احيانا يقوم بعض الناس اعمال اداره ائتمان لتسويات القروض التي على الناس برفع الارباح التي عليهم او الفوائد التي عليهم لاسترداد الاموال، هذا امر جائز. عشان خاطر بيفك معسرين. الحاجة التانية إذا كان في الائتمان بيعمل الفوائد اللي هي ليست بفوائد وإنما هي مصاريف إدارية التي تنفق عشان الناس اللي بتشتغل 3% و5% وما شابه ذلك، فلا شيء في ذلك. أما الأقسام التانية فلا يجوز. هل القرض ممكن يتحط تحت بند الضرورات تبيح المحظورات في حد مثلا معدم عايز حاجة ومعندوش أي سبيل آخر إنه ياخدها، فبدل ما ياخد من شخص بالفايز فهو عنده البنك منظم المسألة قانونا وكده ولا ايه؟ عندي حته في دي اولها اصلا. في الاصل في ربنا سبحانه وتعالى لما امر الناس بالاقراض، ان انا اقرضك او انت تقرضيني، عمل الاجر بتاعها 9 اعشار، يعني مضروب في 9 مرات، يعني مش بحسنه ب10، لا ده بكتير. لما انا اقرضك وكل ما يعدي يوم انا باخد جبل من الحسنات في مقابل هذا القرض. لما قرض بس اقرضته قرض انت تديني لو 10,000 القرض ارجعهم لك الحسن 10,000 10,000 و100 ترجعهم لي 100، خلاص كده؟
لما دي اتشالت من الناس بسبب انقطاع الذمم وخراب الذمم عند كثير من الناس، ان لو انا بسلف الناس فالناس تستلف وتروح ما تجيبش الفلوس خلاص، واقعد ادور عليهم، فابتديت انا اقول لا طب وانا اسلف ليه وافضل ادور عليه، فخلاص فخربت الذمم. فاصبح هناك لابد ان تكون هناك جهه اعتباريه محايده، وهي الدوله، البنك، النيابه، المش عارف، دي كلها جهات اعتباريه محايده ما لهاش علاقه بالاشخاص. فانا بقى لما اجي اروح اخد من البنك، البنك بيتعامل اوتوماتيك على طول مع النيابه، مع المحكمه، مع الدوله، مع كذا، عشان تضمن له ان هو يجيب له بياخد ضامن وبياخد كذا، يا مرتب، يا بيت، يا ارض كده. بس انا الجزئيه، فده اللي زي ده لما يبقى عنده نوع من انواع الضرر، ما لقاش حد يقرضه القرض وهو في حاجه ماسه اليه واصبح ضروره، فهي ضروره كاكل الميته زي الانسان اللي في الميت. انما انا بتكلم على فئه في الائتمان اللي بتتحط دلوقتي، ان انا حاطط عندي فلوس وباخد عليها قرض، اخد بضمانها مش عارف اشتري عربيه، طب ما اخد فلوس واجيب بيها. لا أنا هو طبعا بيبقى عنده مثلا الفيلا ومش عارف ايه، عايز يجيب شاليه مش عارفه ايه، او يبقى عنده فلوس اوريدي في البنك، يقول لك لا ما اجيش ناحيه الفلوس دي، لا انا اخد قرض بس. على فكره ده خراب بجد. اللي بيعمل كده اعرف ناس تقول لك انا محرم شرعا، ما هو خراب. انا بتكلم عن الناحيه اللي هو ايه، عندي صحاب تقولي لا ما فكش الفلوس بتاعتي، خلي الفلوس زي ما هي، هاخد قرض وابقى كده، بيتخرب فعلا. أيوة. بجد خراب. أيوة. ليه؟ أيوة. ما انت عندك فلوسك ما تجيبي بيها. طيب هي حواجبها مقطوشه، مش عارفه ايه، مش كامله، الحاجات دي كلها هل تعالج بحاجه اسمها مايكرو بليدنج ولا لا؟ ان كان هذا الشيء مرضيا، اذا كان ده شيء مرضي يعني يؤثر مرضيا على الانسان، يبقى ينفع نتعالج باي صوره من صور العلاج. لا مش مرضي. انما اذا كان هذا امر للتجميل او للتحسين فهو حرام. لان هذا تغيير لخلق الله. طب لو هي عندها حاجه غير المعتاد، يعني المعتاد انه البنات انه الحاجب اهو، يعني حاجب كرجل مثلا حاجبك كامل، واحده ما عندهاش حاجب كامل فعايزه تكمله عشان هو مش معتاد، مش العادي، مش الحاجب العادي بتاع البشرية يعني. ماشي. لو شيء يعني غير طبيعي، يعني واحدة نص حاجبها كده، ده مش موجود وده موجود، فأصبح شكلها أيضا ملفت للنظر، فهتعمل الشيء اللي يقربها للطبيعي، يزيل لفت النظر عنها. ده جايز، لا حرج فيه. يعني هتعمل حاجة تزيل لفت النظر، يعني هو المقصود ان لا يلفت النظر الى المرأة. هو ده المقصود. فاذا كان في حاجه في الخلقه بتاعتها، وهذا اسمه يعني عيب خلقي، ده ممكن يبقى عيب خلقي، تبقى العيب الخلقي شبيه بالمرأة. طبعا الضروره تقدر بقدرها فدي الحاله دي اللي بيقدرها الطبيب، انه يقول دي تحتاج او لا تحتاج او كلام من هذا القبيل. لكن اذا كان فيه تغيير لخلق الله فلا يجوز وهو حرام.